المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وضع القدم عليها؟ الصلاة عليها أخي، لكن طبعا أولا فرش المسجد هيك يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها فإهانة لاسم الكريم وهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة. أقول لك أنا ما رأيك فيه.